النهارده الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بيعقد اجتماعا مع نائبات مصر للتعرف على اهدافهم. من جانبها قالت النائبه هبه هجرس وكيله لجنه التضامن الاجتماعي والاسره والاشخاص ذوي الاعاقه بمجلس النواب، قالت ان الدكتور علي عبد العال اكبر داعم للنائبات داخل البرلمان، مشيره الى انه من المقرر عرض اهداف التكتل عليه. اضافت كمان هبه هجرس ان التكتل غير رسمي لانه لم يصل الى النسبه التي اقرتها اللائحه الداخليه لمجلس النواب، اذ يضم حتى الان 60 نائبه واللائحه تنص على ان الحد الادنى لتشكيل الائتلاف هو 120 نائب. بذلك تقرر تاجيل اجتماع لجنه التضامن اليوم بسبب هذا الاجتماع.